لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هو مؤسس المذهب الشيعي، ومن الذي قتل الحسين؟ مؤسس المذهب الشيعي هو ابن سبأ، هو ابن سبأ، وابن سبأ هذا يهودي من يهود اليمن، دخل في الإسلام نفاقا يظن أنه سيفسد الإسلام على أهله كما أفسد بولس النصرانية، لأن الذي حرف النصرانية وقال بألوهية المسيح هو بولس اليهودي. فهو دخل في الإسلام نفاقا ليغير الإسلام كما غير بولس النصرانية، وكان نشيطا جدا في الدعوة لذلك، كان نشيطا جدا وأساس دعوته أنه قال لكل نبي وصي، ووصي النبي صلى الله عليه وسلم علي، يعني وصي بالخلافة، وإن الصحابة قد ظلموا عليا ومنعوه الخلافة وظل يدعو إلى ذلك، ولكن أين دعا؟ دعا في الأماكن البعيدة عن العلم، وهذا شأن كل مبتدع وصاحب بدعة، لا يدعو إلى بدعته أبدا في موطن العلم أو مكان فيه علماء، لأنه يعلم أن هؤلاء العلماء سيدحضون هذه البدعة، إنما يذهب إلى أماكن بعيدة نائية ليس فيها علم. فنشر دعوته بين طغام الناس، ودخل فيها من كان في قلبه شيء على الإسلام، ومن في قلبه شيء عن العرب من الفرس وغيرهم، وبدأوا ينشرون دعوتهم في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن منكر لكي تقبل، أي صاحب باطل لكي تقبل دعوته يظهرها في ثوب الأمر بالمعروف والنهي عن منكر. وفعلا استطاعوا أن يؤلبوا الناس على عثمان حتى قتل عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كانوا في صفوف علي رضي الله عنه، وحدث ما حدث من الفتنة، وكل منهم مجتهد. معاوية رضي الله عنه يقول أنا ولي الدم، وقتلت عثمان في صفك، سلمني قتلت علي، قتلت عثمان. وعلي رضي الله عنه يأبى ذلك، يرى أن الوقت وقت فتنة، وعندما تستتب الأمور يأخذ بالثأر منهم، وكان يخشى أن ينفرط منه الأمر أكثر من ذلك، لأن كل واحد من هؤلاء ستغضب له قبيلته، فالأمر ما أمر اجتهاد، الأمر أمر اجتهاد. وظل ابن سبأ هذا أيضا مستمر في دعوته حتى أوجد قوما تبعا لهم عرفوا بالسبئيين، أله عليا رضي الله عنه، وقالوا إن الله قد حل في علي، وقد حرقهم علي بالنار بعد أن خوفهم وزجرهم عن ذلك، وطلب علي ابن سبأ فلم يظفر به.
هؤلاء هم أساس الرفض، والعقيدة هذه ما زالت هي عقيدة الرافضة إلى يومنا هذا. عقيدة الرافضة الجعفرية الاثنى عشرية إلى يومنا هذا، أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لعلي، وأن الصحابة قد ظلموا عليا وانتزعوا منه الخلافة وراموا قتله، وهم الذين كانوا السبب في موت فاطمة رضي الله إلى آخر ذلك من الأكاذيب التي اختلقوها، وصدقهم عليها طغام الناس، لأن لا يصدق مثل هذا الكلام إلا طغام الناس. ثم استحال هذا التشيع بعد ذلك، أي التشيع أولا أنصار علي رضي الله عنه، وكانوا يتولون أبا بكر وعمر، وسيدنا عمر، سيدنا أبا بكر، سيدنا علي رضي الله عنه جعل يتوعد من يقدمه على أبا بكر وعمر. ثم تحول بعد ذلك إلى رفض، ورفضوا إمامة أبي بكر وعمر، وكل زنديق دخل في هذه الملة الجديدة، واخترعوا، غيروا من الصلاة وغيروا من الصوم، وكذا أيضا يسبون أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم، ويقولون بردة جميع الصحابة. فهذا هو أصل مذهبهم. أما الذي قتل الحسين رضي الله عنه، فإن الحسين رضي الله عنه خرج من المدينة عندما تولى يزيد بن معاوية الخلافة، وخرج على يزيد، وقد وعده أهل العراق بالنصرة، فأرسل رحمه الله من قبله ابن عمه اللي هو مسلم ليتحقق الأمر، فوجد هناك أعدادا غفيرة في انتظار الحسين. ولما علم والي العراق بذلك أخبر يزيدا بالأمر، فعندئذ جاروهم في الأمر حتى وصلوا إلى أن عرفوا من سبب ذلك ومن الذي يدعو، فقبض عليه اللي هو اسمه ايه، اللي هو زياد ابن أبيه، اللي هو تولى إمرة العراق، فقبض على مسلم وقبض على الرجل الذي كان آوى مسلما هذا، والناس كلها تفرقت. فلما جاء ليقتل مسلما قال إن لي يعني وصية أن أكتب رسالة، فكتب رسالة أعطاها لأحد أبناء الصحابة لا أذكر اسمه الآن، وقال له أرسلها إلى الحسين. كان الحسين بقى إيه خرج، إن هو بعت له إنه يجي، وجعل ابن عباس رضي الله عنهما يحاول منعه فأبى، ويحاول ابن عمر منعه فأبى، حتى قال ابن عمر أستودعك الله من قتيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان نائما، وكان إذا نام لا يأذن لأحد عليه إلا الحسن والحسين، فجاء الحسين فتركته، فوثب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم من نومه وهو فزع يبكي،
وهو يحتضن الحسين. فقالت أم سلمة: يا رسول الله ما يبكيك؟ قالت: إن جبريل قد أخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا. فبكى صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وأتاني بتربة من تربتها حمراء، وكانت في إيد الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو المكان اللي هيقتل فيه. فقال: أستودعك الله من قتيل. وخرج الحسين رضي الله عنه بمن معه من أهل بيته، وقتل مسلم وقتل اللي معاه، وتفرق أهل العراق. فلما وصل الحسين رضي الله عنه فأرسل إليه زياد بن أبيه طليعة يطلبون منه أن يرجع وهو يأبى. فجاءه كتاب مسلم ويأمره فيه بالرجوع، وإن الناس قد خذلوا والأمر خلاص انتهى. خرج الجيش كل ده ومفيش حد قادر يقرب من سيدنا الحسين. كان يجي وقت الصلاة يصلوا مع بعض وهو اللي يصلي بيهم، ومفيش حد قادر يقرب منه. ده ابن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. لحد ما تجرأ رجل منهم وخرج في جيش، ولما رأى الحسين ذلك طلب منهم أن يرجع إلى المدينة. أبوا أن يذهب إلى دمشق إلى يزيد بن معاوية، أبوا أن يمشي ويسيح في الأرض، يعني يروح أي مكان، أبوا إلا أن يستسلم، فأبى رضي الله عنه. وكل ده وبرضه يجي وقت الصلاة يصلوا مع بعض وما فيش حد قادر يقرب منه، لحد ما جاء ذا الرجل، أيضا أتذكر اسمه الآن، شمر ذي الجوشن ده عياذا بالله. فهو الذي جعل يستحث الناس على قتال الحسين رضي الله عنه، وفعلا تم القتال وقتل جميع مع الحسين إلى أن قتل رضي الله عنه. ظل يقاتل إلى أن قتل، بعد كده احتزوا رأسه وأخذوها وذهبوا بها إلى زياد بن أبي، ومن زياد ابن أبي إلى يزيد بن معاوية. وتبرأ يزيد من ذلك، وأنه لم يأمر بهذا، أي لم يأمر بقتل الحسين رضي الله عنه. وجميع من قتلوا الحسين جعلهم الله عز وجل عبرة، ضربهم الله بالجنون وانتقم الله عز وجل منهم، حتى زياد بن أبي هذا. طيب، أهل العراق لم يفعلوا شيئا كما ذكرنا، ولذلك الشيعة الروافض هؤلاء يخرجون في يوم عاشوراء، قتل سيدنا الحسين يوم عاشوراء، يخرجون في يوم عاشوراء ويجعلونه يوم حزن ومأتم. طب حزن ومأتم ليه؟ لأنهم لم يخرجوا لنصرة الحسين، حزنا وبيضربوا نفسهم بالسكاكين لأن أجدادهم لم ينصروا الحسين. والحسين رضي الله عنه نحن نتولاه ونبرأ ممن قتله، ولكن لا ننزله فوق المنزلة التي أنزله الله إياها. فنتبرأ من فعل الروافض ونتبرأ من فعل النواصب. النواصب دول أعداء آل البيت، كانوا يتخذون من يوم عاشوراء يوم فرح، وكانوا بيوزعوا العشورة والحلوى، وكانوا يزينون فيه البيت ويلبسون أولادهم الثياب الجديدة. كل ده فرح،
فرح بمقتل الحسين، والنواصب بضدهم يتخذون يوم مأتم وحزن، وأهل السنة وسط بين هذين وبين هؤلاء وهؤلاء، فإن هذا اليوم يصومونه كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تذكروا مقتل الحسين فإنهم يسترجعون، يقولون إن لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا والله تعالى أعلم، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.